ايوه الاردنيين دخلوا بتحدي كبير مع العراقيين، راح تخلصون؟ راح ناكل القوزي دق على يا معود دق على واحد اثنين المنسف رايح وين؟ واحد اثنين الفاس رايح وين؟ واحد اثنين شو تقول له؟ انا يعني الله يعينهم على ايمن حسين ابو طبر بعد والله يعينها على حسين الله يعينها على حيدر هذا يعني هاي ايضا صوره مشرقه للجماهير العراق الاردنيه والعراقيه بهذا التعايش بكره في الميدان يبين كل شيء فريق العراقي والاردني يعرفوا بعض كثير ما فيك تحدد هاي ديربي بين الاردن وبين العراق هم يعرفوا بعض يعني يا شباب المباراه متقابلين مع بعض الشباب يقول لك 11 مره غالبين الشباب يقول لكم نقدر ليش ما نقدر بكره القوزي جاهز يا الشارد من اليابان الى اسد بعده جوعان يا الشارد من اليابان الى اسد بعده جوعان يا الشارد من اليابان الى اسد بعده جوعان والله لنرجع الاسد جوعان على بغداد باليابان انطيتوا هتافات جديده نعم. مع فيتنام انطيتوا هتافات جديده نعم. الان من خلال برنامج استوديو اسيا إيه؟ والكابتن حيدر زكي إيه؟ شو تقولون للاردن؟ واحد اثنين المنسف رايح وين؟ 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 من وين؟ من العراق قافلين الكاس لازم ونقول لهم نقول لهم انا اقول قافلين لان قاعد كابتن عبد علي هم بتشاهم يوسف عبد علي وقافلين للنهائي العراق صاعد يوم الكاس نجيبه دوحه نهوس بين يوم الكاس نجيبه ان شاء الله كاس عراقي كاس نجيبه حيدر يعني على ما يبدو ان هذه الاصوات ستستمر حتى ساعات متاخره من الليل انه يعني حتى الصبيح باقين شنقوا بالاخير وجيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيبه جيب الكاس طب واهل الغيره لا تظل بحيره طب واهل الغيره لا تظل بحيره طب واهل الغيره لا تظل بحيره بعد واحده جديده شو يقول الجديد؟ يقول خلي الفرق كلها تشوف راح نسويكم مسقوف خلي الفرق كلها تشوف راح نسويكم مسقوف خلي الفرق